بدأت قوات الأمن الصينية بمساعدة أشخاص من المجتمع في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين في منطقة تاشينغ إقليم القزاق ذاتي الحكم في الأسبوع الماضي باستدعاء الإيغور تحت مسمى رقابة المحتوى الإرهابي، حيث تراقب الحكومة الصينية جميع المعلومات على أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وجميع وسائل التواصل، وإذا وجد فيديو أو أي بيانات تتعلق بالمعتقدات الإسلامية يعاقب صاحب المعلومات ويعتبر شخص إرهابي بحسب المفهوم الصيني. وبعد إعادة الأجهزة لأصحابها تم اكتشاف تطبيقات لم تكن موجودة من قبل تسليمها للحكومة. وردا على ذلك قال الرئيس التنفيذي لمركز معلومات تركستان الشرقية عبد الجليل قرقاش إن المتطفلين الصينيين يحتلون منطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم تركستان الشرقية وينفذون سياسات قمع غير مسبوقة، وتحتجز الحكومة ما يزيد عن 1,000,000 من الإيغور والقوميات المسلمة الأخرى داخل سجونها في مراكز تسمى مراكز التعليم والتدريب السياسي، وتعرض حياتهم للخطر، وهم يدعون المنظمات العالمية لوقف الممارسات القاسية للاحتلال الصيني. شارك فنانين من الإيغور في معرض الأرض القديمة الذي نظمه مدير الإذاعة التركية محمد ليلفيت، وعبروا فيه عن أفكارهم بالغناء بأصوات جميلة. نظمت مظاهرات في أستانا وكازاخستان وشيمكنت احتجاجا على بيع الأراضي للصين، وقبل عامان اندلعت عدة احتجاجات كبيرة ضد توسع الأراضي المستأجرة من قبل الصين في أماكن كثيرة في كازاخستان، وقام المسؤولون بنشر شرطة مكافحة الشغب لاعتقال المتظاهرين، وأطلق على المظاهرات اسم الثورة الملونة، وقد حصلت مظاهرات مماثلة في الأيام السابقة. قدم وزير الخارجية الأمريكي بومبيو 12 طلبا إلى إيران كشرط لوقف العقوبات، وقال إن العقوبات الأمريكية على إيران قد بدأت للتو إذا لم تغير إيران من ناجها الحالي، وستعمل الولايات المتحدة على سلسلة من الإجراءات التي سيتم تقديمها واحدا تلو الأخرى إلى أن يتم فرض جميع العقوبات، وستكون هذه العقوبات الأشد في التاريخ. احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قام متظاهرون فلسطينيون بإلقاء البيض والأحذية على مركبات يستقلها دبلوماسيون أمريكيون أثناء توجههم إلى الضفة الغربية المحتلة. حضرت الحكومة الصينية في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين الصوم والصلاة على المسلمين في رمضان، وطلبت الحكومة من جميع المساجد في تركستان الشرقية أن ترفع أعلامها الوطنية وتدعو المسلمين إلى تأسيس قيم اشتراكية ووطنية. طلب الرئيس الأمريكي ترامب من وزارة العدل الأمريكية التحقق من احتمالية تجسس أعضاء من مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI على حملته الانتخابية عام 2016، وأنه يريد التأكد إذا أمرت إدارة الرئيس أوباما باتخاذ مثل هذه الخطوة.